بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا بنراجع مع بعض الكونفرسيشن الوقت المحادثات اللي جت في اليونت يونت 1 يونت 7 8 و9 و10 و11. طبعا 12 السنه دي محذوف يا عم ياسين، بس السنه الجايه ان شاء الله ممكن يقرر علينا. يونت 7 المحادثه في يونت 7، اول سؤال: وات كلر از ات؟ وات كلر ان اي ماي كلر لون. وات كلر از ات؟ ما لونه. وات كلر از ات؟ اتس بلو، انه ازرق. Blue is my favorite color. Blue يكون الأزرق لوني المفضل. لوني المفضل. برافو عليك يا ياسين. Blue is my favorite color. Blue is nice. أزرق جميل. But ولكن I like red. لكن أحب الأحمر. لكن ده Unit 7. Unit 8. Oh no. What a mess. ما هي دي الفوضى؟ برافو عليك. What a mess. إيه الفوضى ديت؟ Yeah, you are right. Am I right? يعني أنت كلامك صحيح، أنت على صواب، عندك حق يعني. Yeah, you are right. Let's clean up. Let's أنا هيا بنا clean يعني ننظف. هيا بنا ننظف. Let's clean up. Let's بعدها الفعل بدون إضافات. هنا ينفع أقول cleans؟ ما ينفعش. ينفع أقول cleaned؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان let's يا عم ياسين بعدها الفعل بدون أي إضافات خالص. Let's clean up. Clean up. هيا ننظف. ده unit 8. Unit 9. Oh, ouch, ouch. تقول لها what's wrong? What's wrong يعني؟ ما المشكلة؟ What's wrong؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ مالك؟ What's wrong؟ ما المشكلة؟ تقول لها مامتها الأم بتقول إيه؟ We are late. إيه معنى late؟ يعني متأخرين. إحنا متأخرين. We are late. Please hurry. إيه معنى hurry؟ بسرعة. من فضلك أسرعي بسرعة. برافو عليك. Oh, I can't decide. لا مش قادرة أقرر. can't برضو بعد الفعل بدون إضافات. I can't decide، مش قادرة أقرر أختار إيه فيهم. ده unit 9. unit 10 طبعا الخناقة ما بين الولد والبنت على إيه؟ على الشمسية. بتقول له hey أنت يا عم أنت hey that's mine، دي بتاعتي أنا. mine يعني ملكي. that's اللي هي الشمسية. that's mine، إنها ملكي. بيقول لها الولد no it isn't، لا مش بتاعتك. No it isn't. It's mine. دي بتاعتي أنا. طبعا البنت افتكرت إنها مش بتاعتها خلاص. عرفت إنها مش بتاعتها. بتقول له إيه؟ Oops. Yeah sorry. أسفة أعتذر. That's okay. حسنا. That's okay يعني؟ حسنا. حسنا. ده بالنسبة لـ unit 10. unit 11 البنت بتقول Miss Sarah. يا Miss Sarah. May I use the bathroom؟ may معنى هل يمكنني؟ عشان كده الجملة الأخيرة علامة استفهام، عشان ده سؤال بمعنى هل. may I use the bathroom؟ ممكن استخدم الباثروم. use طبعا may بعد الفعل بدون إضافات. may I use the bathroom؟ of course. إيه من of course؟ يعني بالطبع. of course. حسنا. where is it؟ مسألة لها هي، قامت لها ماشي مش مشكلة. البنت بتقول لها where is it؟ أين هي؟ إيه اللي هي مين؟ اللي هي bathroom. يعني where is the bathroom؟ أين الباثروم؟ تقول لها it's over there. إيه من over there؟ إنها هناك. it's over there. over there. over there. برافو عليك. نسميه قول كده over over there. there. over there. يعني إنها هناك. I can see it. أو I see it. بتقول لها البنت آه أنا شايفاها. thanks شكرا. طبعا ده يون 12 الملقي بس نقرأ مع بعض. pass كلمة pass يعني ناول. pass the cake please. pass the cake please يعني ناول لي الكيكة لو سمحت. which one؟ أي واحدة. the chocolate cake. كيكة بالشوكولاتة. بتقول له here. تفضل help yourself. ساعد نفسك. thanks. شكرا جزيلا. السؤال ده بالنسبة للجزء ده في المحادثات بيجي في الامتحان، يا إما choose اختار أو أكمل المحادثة أو التوصيل. هنا ده أول سؤال في الامتحان بيقول لك listen and fill the gaps. نسمع الجملة ياسين من الميتس أو المستر بتاعنا ونكملها حسب نسمع الكلمة الناقصة. number one. what color is it؟ what color is it؟ إيه كلمة ناقصة هنا ياسين؟ what color. نكتب هنا color. c o l o u r أو كلمة color كده c o l o r. دي صح؟ دي صح. what color is it؟ it's yellow. ده أصفر. yellow is nice but I like red. but I like red. إيه الناس هنا كلمة إيه؟
but 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 ممكن امتحان تيجي كلمة what ناقصة، كلمة your ناقصة، كلمة nice ناقصة، like ناقصة، read ناقصة. مش بس لازم دول، لازم تكون حافظ الكلمات وطبعا تسمع كويس الكلمات أو الجمل كلها على بعضها. Oh no, what a mess. What a mess. What a mess. هنا إيه الناقص يا سين؟ mess. mess. M-E-S-S. What a mess. Let's clean up. Let's clean up. Clean. C-L-A-N. ده clean up. صح كده؟ ولا في حاجة غلط؟ Clean up. C-L-E-A-N. Let's clean up هي بنا ننظف. أنا المحادثة الثالثة بين A و B. What's wrong? What's wrong? What's wrong? What is wrong? إيه الناقص؟ What. What. W capital A-H-A-T. What's wrong? إيه المشكلة؟ We are late. Please hurry. Oh, I can't decide. Can't. I can't. أو ممكن أقولها can't. I can't decide. Can't. إلا صح بتاعها إيه؟ Can't. I can't decide. Can't. C-A-N طبعا apostrophe T. برضه في امتحان ممكن يجي لك وات موجوده بس رونج هي الناقصه، ليت هي الناقصه، بليز ناقصه، هاري ناقصه، ديسايد ناقصه. لازم نحفظ الكلمات اللي عندنا في المحادثات. هنبدا دلوقتي يا سين بحل الثلاث اختبارات اللي بيكونوا في اخر الكتاب بتاع التدريبات بتاعنا بتاع المدرسه. دايما في الكتاب بيكون فيه ثلاث امتحانات كتدريب على الامتحان بتاع اخر سنه او نص سنه. عندنا في الورك بوك، عندنا في اول امتحان ورك بوك سامبل تيست 1، يعني اختبار او نموذج امتحان في كتاب الورك بوك. دايما يا ياسين لما نيجي نحل اي حاجه في المراجعه نبدا بمين او نحل الاختبارات الامتحانات اللي بتكون اخر في اخر الكتاب. ماشي؟ مثلا عندنا دلوقتي الورك بوك تيست 1 او الاختبار في الورك بوك. الامتحان عندنا مقسم الى A و B و C و D. A عباره عن listening للاستماع. هنا سين في السؤال ده نعمل السؤال ده حلو ازاي؟ تعرف؟ حلو ازاي؟ هنا تيجي المس او المستر يقول لنا على الصوره ورقمها، احنا نشوف رقم الصوره فين ونحط عليها الرقم بتاعها. ماشي؟ انا هنا كم صوره؟ 5 pictures. كل صوره لها رقم معين، كل صوره لها رقم معين. مثلا نمبر 1 الصوره اللي حولها دلوقتي عليها رقم 1 فوكس. فوكس يبقى هنا نحط ايه؟ نمبر 1 فوكس كده. نمبر 2 بوب كورن. فين بوب كورن؟ برافو عليك. هنا نمبر 2. نمبر 3 بوت. بوت تمام. نمبر 4 فلوت. 4. نمبر 5 بيد. اوكي ده اول سؤال. يبقى السؤال ده نسمع listen، عباره عن listening، نسمع كل صوره ورقمها ونحط على كل صوره الرقم بتاعها. نمبر 2 listen filled in the gaps. نسمع ونكمل الفراغات ديت. What color is it? What color؟ نكتب هنا ايه؟ color. C O L O U R او C O L O R. دي صح دي صح زي ما قلنا من شويه. What color is it? It's blue. انه ازرق. But I like red. But I like red. ايه معنى like؟ هنا ايه الناقصه؟ I like. Like. L I K E. ده اول سؤال طبعا لسن ده مش من دماغك، لا تحله تسمع الجملة وبعدين تكمل الكلمة الناقصة. رقم B هو reading قراءة. Number 3 read and match A with B. اقرأ ووصل A مع B. عشان نوصل صح نقرأ العمود الأول بعد العمود الثاني. العمود الأول فيه كلمة أو الكلمة the bird الطائر. This does he طبعا ده سؤال بهل. I am هنا have paint eating my breakfast is on the tree it's 7:30 are socks the bird الطائر ماريا ياسين الطائر have paint eating my breakfast is on the tree it's 7:30 ايوه يبقى مثلا the bird is on the tree الطائر على الشجر تمام. Number 2 these لازم بعدها are وجمع these اخذنا these او those are بعدين جمع these have these painting these it these are socks hip. ها قلنا these بعدها are وبعدين جمع are وبعدين جمع but these ايه these are socks تمام كده خدنا سي واخدنا اي. does معناها هل وهل طبيعي في الاخر يكون علامه استفهام
فمن غير ما نفكر او من غير ما ندور does he have paint ده سؤال بهل هل هو لديه paint. Number 4 I am اخذنا في الترم الاول قلنا am و is و are بعدهم verb plus ing هتكون ايه I am ايوه I am eating my لا my breakfast انا اتناول الفطار بتاعي. Number 4 choose the correct words between brackets اختار الكلمه الصحيحه ما بين الاقواس. Do number 1 do does has he have tape هنا في he فبالتالي قبله do ولا does ولا has هنقول does برافو عليك does he have tape هل لديه tape شريط لاصق. Number 2 what who where is the book الكتاب what is the book who is the book ولا where is the book where برافو عليك ياسين where is the book أين الكتاب. The ball is الكرة تكون on إيه معنى on على برافو in اللي هو جوه أو في from من هنا بتكلم عن الكرة بالنسبة للكرسي. The ball is on the chair بالضبط يبقى on برافو عليك. The ball is on the chair الكرة على الكرسي. Let's clean up may I احنا قلنا من شوية may بعدها الفعل في المصدر والفعل في المصدر الفعل ايه بدون اضافات ده الفعل في المصدر فعل بدون ايه اضافات. May I use هنا فين المصدر اللي من غير اضافات may I use إلى آخر واحدة برافو عليك يا حاج ياسين. Number C writing كتابة السؤال ده عندك أربع صور بأربع كلمات والكلمات طبعا زي ما انت شايف كده متلخبطة نرتب الكلمة حسب الصورة قدام هناك. أول صورة number one صورة إيه يا ياسين كرسي اللي هو chair دي كلمة chair بس متلخبطة نبدأ بحرف إيه S لا C بعدين H C. بعدين air chair chair هو كرسي. Number 2 7 say is e v e n 7 بعدين cheese زي كلمة ch تبقى ch cheese ch cheese s في الاخر بعدين ده سامخ اللي هو ايه g l u e glue اسمه glue Number 6 look and write a sentence under each picture كل صورة نكتب عليها جملة. أول حاجة أقول ده طبعا ده fox أو ليه it's a fox it's a fox هذا يكون ثعلب. تاني صورة لما دول هقول ليه طبعا عشان هنا اتنين في الصورة يبقى هقول he ولا she ولا they أيوة they لا في هنا بعد they are وطالما قلنا are يبقى الفعل بعد كده في ing هنا فين الفعل بتاع الجملة أو إيه الفعل في الجملة watch هتكون إيه برافو watching they are watching TV تفرجوا على التلفزيون. Number 7 punctuate نرقم بالضبط punctuate the following sentence نرقم الجملة ديت الترقيم طبعا الجملة أولها حرف كابيتال ولو الجملة فيها اسم يوم أو اسم شخص الأيام والأشخاص تبدأ بحرف إيه كابيتال وطبعا في الآخر تكون إما الجملة أخيرة فول ستوب أو كويستشن مارك علامة استفهام أو نقطة. Number 1 أنا الجملة اللي عندنا هي جملة واحدة بس I like juice and Mona likes سكرة طبعا I هنا الـ I small لازم يكون كابيتال I طبعا like فوش حاجة I like juice بحب العصير but ولكن مونا طبعا ام كابيتال في مونا عشان ده اسم شخص likes تحب سكر طبعا يا ياسين هنا الجمله هنا اولها I فبالتالي I في الجمله حط في الاخر full stop ولا كوتش مارك full stop يعني نقطه حط نقطه هنا عملنا الاي كابيتال وفي الاخر full stop. السؤال بتاع الخط copy the following sentences السؤال ده سهل جدا بس طبعا في عيال بتكتب اي حاجه في اي حاجه
انت تخش الامتحان ومعاك درجتين او اكتر او حسب درجه السؤال ضامنهم في جيبك. ازاي؟ اكتب خط حلو. طب ازاي اكتب خط حلو يا ياسين؟ دايما الكلمات تكون على السطر، الكلمات على السطر واسيب مسافه. بالظبط، واسيب مسافه من كلمه ايه، كلمه والتانيه، مسافه معقوله كده. لا لا لا، ما ينفعش اقرب ولا بعد خالص، نسيب حاجه مسافه بين الكلمه والتانيه. طبعا الحروف الكلمه الواحده جنب بعض. اكتب مثلا كود، بص كده بلو. خد كامل كده وريني. is هسيب مسافه دلوقتي صح. ماي سيب مسافه is my، كبر خطك شويه. favorite، كبر خطك على السطر طبعا. تمام، سيب مسافة. نكتب ايه؟ color. كبر خطك. first stop note. الجملة التانية these are socks، نفس الكلام، نكتب خط حل، نسيب بين الكلمتين مسافة. اتفضل اكتب these، كبر خطك الأول. these are، سيب مسافة، socks. first stop note. دلوقتي يا ياسين sample test 2، نموذج الامتحان رقم 2. السؤال الأول listen and number the pictures، نسمع الجمل أو الصور، كل صورة لها رقم معين. اوكي، number 1 shoes، هنا number 1. number 2 desk، desk تمام. number 3 hat. Number 4 glue. Number 5 house. Where are the، ولكن نكتب هنا socks، نكتب هنا ايه؟ socks. اكتب socks. اكتب socks. S saw C، ده هنا في C قبل K. socks S. they are on the chair. chair. أيوة chair. تمام، they are on the chair، على الكرسي. number 2 سؤال، number 3 سؤال الثالث match A with B، وصل A مع B. قلنا اول كلمات what that help of yourself course is mine thanks are those. number 1 what yourself what course what is mine what thanks what are those. هنا what استفهام، سؤال، فبالتالي هنوصلها بالسؤال. فين السؤال عندك في العمود الثاني؟ السؤال what، what ايه، what، فين السؤال what are، ايوه what are those. نوصل what are those. number 2 that دايما بعدها is. that is. that's yours. ايوه that's mine. هذه ملكي. number 3 help، طبعا ده تبع اليونت المحذوف عندنا بس نوصلها. help yourself or help course. طبعا لو بصينا في رقم 4 اخذنا of
of ايه؟ of course. Of course بالطبع. Of course. اما help طبعا help yourself ساعد نفسك. Number four, choose the correct word between brackets. نختار بين القوسين. She doesn't. احنا قلنا قبل كده لو ما فيش doesn't هتكون she likes. She likes. لكن مع doesn't هتكون she like. برافو عليك. She doesn't like. دايرة عندها. Number two. He have, he is, he has rice. هو لا يتناول أو لديه أو يملك. He have, he is, he has. He has. تمام. برافو عليك. Good boy. He has rice. Pass the cake. Play the cake. Run the cake. طبعا ده عشان في الـ unit المدلي. Pass مش pace. Pass. إيه أنا pass the cake. يعني ناولني الكيك. Are you salad؟ خلينا احنا قلنا في الترم الاول انه am و is و are بعدهم verb plus ing. Am is are بعدهم verb اللي فيه ing. Are you eat؟ Are you eats؟ Are you eating؟ قلنا تاني قول am و is و are بعدهم الفعل فيه ing. Eating. The bathroom is there. On there, in there, over there. Over there. Over. Over. Number five, look at the picture. نبص ونكتب أو نرتب الكلمة حسب الصورة اللي عندنا. أول number one. Table اسمها متلخبطة. قول كده. T-A. أيوة T-A. Tab. B. Tab. أيوة أخذنا T وال A وال B. E-L ولا L-E؟ Table L-E. تمام. Number two. إيه ده؟ Computer. Computer. أو computer. Com. C-O. Com. M. P-U. برافو عليك. Compute. G-E-R. تمام. برافو عليك. Computer. Number three. إيه ده؟ Shorts. ش تبقى S H بالظبط S H short اللي هي خلينا S و H short ايه اللي بعد R في الكلمة short T وبعدين S التانية shorts رقم 9 N-I-N-E 9 Look and write a sentence. نكتب على كل صورة جملة معينة. هنا البنت معها طلاق معها paint معها لديها paint. هقول هي لديها الطلاق. She is capital طبعا. She ايه؟ معها او تملك او لديها لا She has paint. She has paint. معها بعد الطلاق. Number two. هنا البنت عندها حمى هي عندها كأنها هي معاها يعني عندها يعني برضو she has ايوه a fever عندها ايه حمى السؤال السابع punctuate the following sentence نكمل الجمل ديت I don't go to school on Friday قلنا في ترقيم الجملة أولها capital letter هنا الاي سمول هيكون capital هنا الاي سمول يكون capital تبقى I capital كده بشكل ده I don't زي ما هو I don't go to school وإحنا قلنا من شوية الأيام أولها حرف capital هنا Friday الجمعة يبدأ بحرف capital كده F capital Friday وطبعا هنا حرف الجر on يبقى I don't go to school on Friday آخر الجملة إما full stop أو quotation mark إما نقطة أو علامة استفهام هنا الجملة أولها I في الآخر علامة نقطة علامة استفهام هنا الجملة أولها I يبقى إيه؟ Not full stop طبعا إحنا قلنا الخط
إذا نكتب خط حلو نكتب على السطر ونسيب بين الكلمة الثانية مسافة كده هيكون خطنا حلو. نحل مع بعض workbook sample test 3 يعني اختبار التالت. قلنا أول سؤال listen and number the pictures. نسمع وكل صورة لها رقم معين تحط على الصورة الرقم المناسب بتاعها. Number one يبقى الصورة اللي جاية عليها رقم واحد. Okay. Number one man. Number two seal. Number three skirts. Three. Number four robe. Number five tube. تمام. السؤال الثاني listen and fill the gaps. نسمع الكلمة النصب ونكملها باللي هنسمعه. Number one what time is it? Time. اكتب time. كبر خط. What time is it? It's 7 o'clock. It's seven. Okay. Number three, read and match. نقرأ ونوصل الجمل ببعضها. May I عند أول حاجة may I where is they pass the cake have socks please 40 use the bathroom my coat. May هل يمكن may I إيه may I use the bathroom. اقرأ الجملة. May I use the bathroom. Where ما أنا أين دي استفهام برضو. Where is ده سؤال هنوصله بالكلمة الأخيرة أو الجملة الأخيرة علامة استفهام عندنا اتنين استفهام ده أي بالظبط أخذ لي بيتي باي ديت. Where is my coat. My coat أين المعطف بتاعي. They 40 they please they have socks they لا مش 40 they لديهم هم معاهم socks they have socks بقى عندنا please و 40 pass the cake قلنا pass ايوه مرر او ناولني كيكه please لو سمحت. Number 4 choose he doesn't have طب ما فيش حاجه اسمها haven't have مع بعض عندنا don't وعندنا doesn't have هنا الفعل he احنا قلنا he وshe وit بعدهم ايه برافو عليك يبقى he doesn't. Number 2 it am chicken قلنا he وshe it بعدهم الفعل في s he she likes. It بعدهم الفعل في s قول كده he she و it بعدهم ايه الفعل plus s او es او ies هنا الفعل it الفاعل it بعد الفعل في s it likes number 3 help ده في unit 12 الملغي بس نحل مع بعض عادي help you help yourself طبعا help yourself ساعد نفسك بنفسك you like هنا الفاعل you قبلها does ولا do ولا is do you تمام do you yeah you are right light right لما قال له what a mess قال له yeah you are right طب هنا right وright أنا واحدة فيهم صح right or right right بالجي اتش تمام. Number 5 look at the pictures and scramble the words بص على الصور ورتب الكلمات اللي عندك. Number 1 اول صورة صورة ايه ياسين desk نكتب كلمة desk كبر خطك دي this Number 2 الرف اللي هو shelf s h ايوه shelf number 3 fever number 4
هي ديت صورة ايه؟ kite. K I T E. برافو عليك. السؤال السادس: look and write a sentence. نكتب جملة، جملة على كل صورة. هنا الصورة لو ركزنا عليها هنلاقي ايه؟ دول في الفصل، والفصل فيه طبعا فوضى. نقول هنا صورة، قول ايه؟ نقول جملة على الصورة. Let's clean up. بالظبط، اكتب let's clean up. Let's clean. تمام. Clean بعدين up. وطبعا for الصف الاخر نقطة. النقطة بتكون هنا أحسن بعد على طول الكلمة الأخيرة، هنا تكون أفضل هنا. الجملة الصورة الثانية هي عندها هو إيه؟ ألم في المعدة. حاول إيه؟ She has a she. أيوه قول كده. She has a stomach ache. ألم في المعدة. آخر سؤال الترقيم punctuation أو اللي قبل الأخير. عشان دي هنا كابيتال جاهزه. بانكتويت داز ادي كابيتال جاهزه. مونا في حاجه اللي هو ايه؟ الام لازم تكون كابيتال عشان اسماء الاشخاص تبدا حرف كابيتال. لايك مش حاجه سكر اس كابيتال. هنا الجمله اولها داز، داز سؤال بهان، ففي الداخل الاخر ايه نكتب في اخر الجمله علامه استفهام. داز داز مونا لايك تحب، هل مونا تحب سكر اس كابيتال. في الاخر ايه كويتش مارك عشان ده سؤال بهل. الخط كابي ذا فولوينج سينس، احنا عشان قلنا عشان نكتب خط حلو نكتب على السطر، ده اول حاجه. ثاني حاجه نسيب بين الكلمه الثانيه مسافه. الحاجه الثالثه ان الكلمه الواحده حروفها ايه تكون مع بعض، ده عشان نكتب خط حلو. نكتب مثلا الجمله الثانيه ذا بوك از ان ذا باج. اكتب الجمله الثانيه كده، اكتب الجملة التانية، اكتبها خط حلو. طبعا كبر خطك. تمام، سيب مسافة، سيب مسافة. برافو عليك. ايوه كده in the وطبعا في الاخر كلمة ايه؟ باك. سي مسافة تب كلمة باك بي اي جي. وطبعا فور ستوب نقطة بعد جي على طول نقطة فور ستوب. تمام كده ياسين نكون خلصنا اختبارات الورك بوك اللي بتكون في اخر الكتاب.